أمه لا تحزني سأقتل أبي. تدريجياً تتراجع النظرة السلبية ضد رسم التاتو أو الوشم للرجال كما في مدينة الصدر، حيث يقول الوشام أنور لشبكة 964 إنه يتلقى المزيد من الطلبات لرسم رموز مختلفة من بينها الدينية كعبارة يا علي التي يكثر طلبها. ويحذر أنور بشدة ممن وصفهم بالمتعدين على المهنة الذين يخاطرون بصحة زبائنهم حين لا يبدلون أدوات الوشم، كما أنهم يسيئون إلى إجساد زبائنهم بالرسومات غير المتقنة. ويتحدث عن طلبات طريفة من زبائنه من بينها عبارات عبثية وطريفة مثل أمه لا تحزني سوف أقتل أبي. لكن هل تعلم بأن الوشم كان موروثاً يعبر عن الهوية الجمالية للمرأة وخصوصاً في الريف قبل أن تتغير النظرة إلى الوشم أو ما يعرف بالدج بحكم التغيرات الاجتماعية؟